السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نستعرض لكم فيها أبرز ما جاء في المقالات المحلية والعالمية. نبدأ مشاهدينا من صحيفة المدى، نقرأ مقالة للدكتور قاسم حسين صالح تناول فيه قضية التحول الديمقراطي في العراق. في هذا المقال ركز الكاتب على إخفاق الحكومة والأحزاب الحاكمة في تحقيق الديمقراطية الحقيقية في البلاد، وذكر أن النظام العراقي الذي يدعي الديمقراطية هو في الواقع نظام ديني بغطاء ديمقراطي، إذ تتخذ الأحزاب الدينية القرارات التي تخدم مصالحها الذاتية متجاهلة المبادئ الأساسية للديمقراطية. إن المبدأ الأهم في النظام الديمقراطي هو تعقيق العدالة بنوعيها الاقتصادية والاجتماعية، ويثبت الواقع أن الذين تولوا الحكم بدءاً من عام 2006 استفردوا بالثروة وأفقروا 13 مليون عراقي باعتراف وزارة التخطيط، مع أن العراق يعد البلد الأغنى في المنطقة وأحد أغنى 10 بلدان في العالم، وأن المرجعية وصفت كبارهم بحيتان الفساد، فيما وصفتهم الجماهير في تظاهراتها بالحرامية باسم الدين باغون الحرامية. وعالمياً وصفتهم منظمة الشفافية الدولية بأن الحكومة العراقية هي الحكومة الأكثر فساداً في الشرق الأوسط، وأن النظام في العراق نظام هجين بين ديمقراطية معيبة ونظام استبدادي. وتثبت الوقائع عبر 20 سنة أن المساواة منعدمة في العراق، بدليل قيام الملايين بالتظاهرات بدءا من شباط 2011 إلى شباط 2024، يطالب فيها خريجو الجامعات بالتعيين في مؤسسات الدولة، بل إن السلطة قامت بقتل المئات من الشباب في ساحات التحرير الذين طالبوا سلميا بمعالجة البطالة، فضلاً عن الدعوة مؤخراً إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية. إلى صحيفة شفق نيوز، سلط فيها الكاتب شوان زنجنا ضوء على الأزمة المركبة التي يعيشها العراق اليوم، إذ وصف زنجنا الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العراق بأنها حالة انهيار متسارعة بسبب الفساد والاقتتال بين القوى السياسية، وحذر من أن هذه الأزمة قد تؤدي في النهاية إلى صدمة مدمرة تحدث تغييراً جذرياً في المشهد العراقي، مشيراً إلى أن الصدمة ستكون بسبب طبيعة تراكمات الفساد والانحراف الذي حصل بعد عام 2003. هناك تكالب على نهش الاقتصاد وأكله والاستيلاء عليه وتمزيق أوصاله بالكثير من الوحشية وعدم الشعور بالمسؤولية، ناهيك عن مخطط النظام الإيراني لاحتوائه ودمجه مع اقتصاده، الأمر الذي أنتج حالة من التدافع الشديد والعسير بين الجهات الفاسدة العابثة بالاقتصاد العراقي والتنافس على استقطاع اللقمة بأية طريقة كانت ومما كان، فارتبعت بذلك وتيرة الصراع والتنافس بين الفاسدين، وبدأت مرحلة الشكايات والمحاكم والتصفيات والاغتيالات التي ستتفاقم حتماً في قادم الأيام لتدخل مرحلة كسر العظم. أما السياسة في العراق فلا تعدو بشكل عام عن جملة ممارسات صورية تؤديها شلة لا تمت للسياسة بصلة، لا هم لها إلا اعتلاء المناصب والوصول إلى المال العام ونهب ما يمكن نهبه. ملابسات تشكيل السلطة السياسية في العراق بعد 2003 خلقت نظاماً سياسياً هشاً قائماً على توزيع المناصب وتقسيم الثروة، وهو وضع يستحيل فيه إدارة الدولة بشكل مؤسسي وبما يخدم مصالح الشعب ويضمن مستقبل أجياله، مما أفرز حالة من التجاذب والتنافس والتناحر بين الأطراف السياسية وكياناتها العاملة على الساحة العراقية، وأسفر ذلك عن ظهور مرحلة الشكايات والمحاكم والتصفيات السياسية والتي تتفاقم يوماً بعد آخر وباطراد ملموس.
في صحيفة القدس العربية تناول الدكتور عبد الله خليفة الشاجي قضية الردع المتبادل وتأثيره في استقرار الصراعات في الشرق الأوسط، وناقش الكاتب كيف أن الردع كان أداة فعالة في منع التصعيد إلى حروب مفتوحة بين القوى الكبرى، لكنه ذكر أن إيران لم ترد ولم تنتقم، والأهم أن فرض الردع قد تآكل بعد اختيار إسماعيل هنيه. تمكنت إيران بعد أن أسقط بوش الابن والمحافظون الجدد نظام صدام حسين في العراق عام 2003، وقبله نظام طالبان في أفغانستان عام 2001، بإطلاق يدها للتدخل وتمدد مشروعها الطائفي من أفغانستان شرقاً إلى المتوسط غرباً، ومن سوريا شمالاً إلى اليمن جنوباً، وفي زرع خلاياها الإرهابية في دول خليجية، وذلك لفشل النظام العربي من بناء مشروع عربي جامع يمنع ويردع إيران ووكلاءها، وكذلك بردع إسرائيل عن تدخلاتها وعبثها مع إيران وتهديد مشروعهما الأمن القومي العربي من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي. وبرغم مرور أكثر من شهر على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في سكن الضيافة الرسمي في قلب طهران، وبرغم تهديد المرشد والرئيس وكبار المسؤولين أن الرد قادم وحتمي وسيكون مؤلما ومدروسا، لكن إيران التي تجد نفسها في وضع محرج أمام شعبها وحلفائها محور المقاومة لم ترد وتنتقم، والأهم لم تعد فرض الردع بعد انتقامها في أبريل الماضي ليتآكل الردع بعد اغتيال إسماعيل هنية. ومن موقع عربي 21 نقرأ مقالا بعنوان سلطة ضد المقاومة للكاتب حسن أبو هنية. قال فيه إن سلطة أوسلو التي أنشأها الاحتلال المعماري الإسرائيلي وبدعم من الإمبريالية الأمريكية والأوروبية هدفت منذ البدء إلى تقويض أشكال المقاومة كافة وفي مقدمتها المقاومة المسلحة. أنشئت السلطة الفلسطينية لتقوم بدور الوسيط بين الاحتلال الإسرائيلي والشعب الفلسطيني المحتل، واطلعت السلطة بمهام الحفاظ على أمن إسرائيل من خلال الأجهزة الأمنية وحكم الفلسطينيين من خلال الأجهزة البيروقراطية وفق معايير ومفاهيم نيوليبرالية وهرطقات بناء الدولة دون وجود أي أفق للدولة المتخيلة المنزوعة السلاح والسيادة منذ إنشاء السلطة الفلسطينية. تجاوزت المساعدات الأمريكية والأوروبية الموجهة للسلطة 30 مليار دولار أمريكي، وهي مساعدات تهدف إلى ضمان أمن الاحتلال. فالهدف الأول للمساعدات الأمريكية للفلسطينيين بموجب وثائق الكونغرس مشروطة بصد الإرهاب ضد إسرائيل ومحاربته، وتعني سياسة أمن إسرائيل أولاً، فيما تعنيه ضخ ملايين الدولارات الأمريكية في المؤسسة الأمنية الفلسطينية من أجل مهننة عملها لتضمن الاستقرار وحفظ أمن إسرائيل واحتلالها وقطعان مستوطنيها ومستعمريها. وبموجب هذا المنطق الأعوج أضحت السلطة الفلسطينية مقاولاً للاحتلال الإسرائيلي، ولكن هذه المساعدات لم تدم الاحتلال الإسرائيلي فحسب، وإنما جعلته مربحاً لإسرائيل ولاقتصادها وشركاتها. وقد ربطت كل من إسرائيل والدول المانحة استمرار العملية التفاوضية وتواصل الدعم الدولي والمالي للسلطة بمدى قدرتها على وقف عمليات المقاومة، وضمن ذلك انخراط أجهزة السلطة الأمنية في أنشطة ضد حركات المقاومة بالتنسيق مع الجيش والمخابرات الإسرائيلية. نشرت صحيفة اندبندنت تقريرا عدته بيل ترو قالت فيه إن فلسطينيين لا تزيد أعمارهم عن 12 عاما تستخدمهم إسرائيل دروعا بشرية وترسلهم للتحقق من الشوارع والبيوت والأنفاق، وأحيانا تجبرهم على ارتداء زي المسلحين.
ويقول الأطفال في مدينة غزة إنهم استخدموا لمدة نصف يوم ثم ألقوا في نهاية المطاف في جزء آخر من مدينة غزة عندما انتهى الجنود منهم، وساروا في وسط القتال إلى مستشفى الشفاء كبرى منشئة طبية في مدينة غزة وطلبوا المساعدة، وقد أعيدوا إلى أسرهم المرعوبة في النهاية. تقول بلقيس ويلي من هيومن رايتس ووتش إن استخدام المدنيين كدروع بشرية يشير إلى استخدام المدنيين عمداً لتحصين القوات أو المناطق العسكرية ضد الهجمات، وتحظر قوانين الحرب استخدام المدنيين لحماية الأهداف العسكرية بما في ذلك المقاتلون الأفراد من الهجمات. وبحسب الأمم المتحدة فقد احتجزت إسرائيل بشكل تعسفي آلاف الفلسطينيين بما في ذلك الطاقم الطبي والمرضى والسكان الفارون من الصراع فضلا عن المقاتلين الأسرى، وتعرض العديد منهم للتعذيب وسوء المعاملة، وتتطابق المقابلات التي أجرتها الاندبندد مع شهادات قدام المحاربين الذين قدموا إلى منظمة كسر الصمت، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية تضم جنودا سابقين وتوثق الانتهاكات العسكرية. وكشفت منظمة كسر الصمت أن استخدام الدروع البشرية لا يقتصر على حوادث معزولة قليلة أو قائد يتصرف وفقا لنزواته، وجاء في بيان صدر أخيرا تؤكد الشهادات أن هذا الاستخدام منهجي في طريقة قتال الجيش الإسرائيلي في غزة، وهذا جزء من نزع الإنسانية عن الفلسطينيين والمستمرة منذ عدة سنين، ووراءها اعتقاد أن حياة الجندي أهم من حياة المدني العدو. ففي تموز يوليو بثت قناة الجزيرة القطرية صوراً لفلسطينيين بعضهم بزي عسكري يتم إرسالها إلى مبان مدمرة. هذه وقفة قصيرة مع الرسوم الكاريكاتيرية. إلى صور من تظاهرة تضامنية مع فلسطين في العاصمة الألمانية برلين، إذ تجمع مئات من الأشخاص في ميدان بريسلاور في حي فرناندو، واحتجاجا على الهجمات الإسرائيلية وتضامنا مع الفلسطينيين. بعد تجمعهم في ميدان بريسلاور سار المتظاهرون رافعين الأعلام الفلسطينية نحو محطة مترو راتهاوس ست لجز، وهتف المتظاهرون بشعارات من مثل ألمانيا تمول ونتنياهو يرتكب المجازر وشولس يصفق، أوقفوا تسليح إسرائيل ونحن آلاف وملايين كلنا فلسطينيون، وأوقفوا الإبادة الجماعية. وعلى طريق المسيرة بالقرب من محطة مترو فالتشرايبر بلاتس قام أشخاص برفع الأعلام الإسرائيلية محاولين استفزاز المتظاهرين. قد تدخلت الشرطة الألمانية بقسوة ضد المتظاهرين في بعض الأحيان التي شهدت توتراً فيما بينهم، وقامت الشرطة الألمانية باعتقال العديد منهم بعد انتهاء التظاهرة. نشاهد الآن مشاهدينا تقريراً اخترناه لكم من مواقع الصحف. تمكنت هذه الجهات المختصة من استرداد الوجبة الأولى والبالغة 182 مليار و678 مليون
344 ألف دينار عراقي. في نهاية نوفمبر تشرين الثاني عام 2022 ظهر رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني في مؤتمر صحفي محاطا بأكوام من الدنانير العراقية والدولارات الأمريكية ليزف للشعب العراقي استرداد جزء من الأموال الضريبية المنهوبة فيما يعرف محليا بسرقة القرن، وهو ما كان غيضا يسيرا لا تتجاوز قيمته 182 مليار دينار، أي نحو 5% من أصل المبلغ المسروق، الذي ترجح التقديرات أنه يزيد على 3,750,000,000,000 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 2.5 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين توالت فصول القصة لحين إصدار العراق مذكرة اعتقال دولية بحق المتهم الرئيسي في القضية نور زهير، الذي فر من البلاد بعدما كان في قبضة بغداد. فما كواليس سرقة القرن في العراق؟ وهل سيتمكن القضاء من استرداد المتهم الأهم في القضية؟ أسئلة سنجيب عنها في قصتنا. بين سبتمبر أيلول عام 2021 وأغسطس آب عام 2022 صرفت 5 شركات بالتحديد مبالغ هائلة من الأمانات الضريبية من خلال 247 صكاً قبل أن تسحب الأموال نقداً وعداً من حسابات هذه الشركات التي يعتقد أنها وهمية، ويفر معظم مالكيها خارج البلاد، وفقاً لتحقيقات عراقية بدأت عام 2022 ولا تزال مستمرة. القضية بلغت من التشابك والتعقيد أن هيئة النزاهة حتى اللحظة لا تعرف المبلغ المسروق بالتحديد، بعد تقديرات أولية تشير إلى أن الأموال المنهوبة تبلغ 2.5 مليار دولار، يرجح مسار التحقيق والتصريحات التي تصدر عن جهات رقابية مضاعفة مبلغ السرقة المعلن عنه سابقاً، وربما وصوله إلى نحو 11 تريليون دينار، أي نحو 8 مليارات دولار. وبالفعل تم إلقاء القبض على بعض المتهمين من أصحاب الشركات الضالعة في عملية السرقة، ومن بينهم المتهم الرئيسي نور زهير الذي ألقي القبض عليه في أكتوبر تشرين الأول عام 2022 وهو على متن طائرته الخاصة متوجهاً خارج العراق، وبقي محتجزاً نحو شهرين قبل إطلاق سراحه بكفالة بذريعة السماح له بإعادة الأموال إلى خزينة الدولة، وبعد إعادته نحو 300 مليون دولار وتعهده بتسديد 800 مليون دولار متبقية على دفعات حتى موعد محاكمته، ظهر نور زهير في مقابلة تلفزيونية دفع فيها ببراءته نافياً أن تكون تلك الأموال من أملاك الدولة العراقية. ورغم تعهده بحضور جلسة محاكمته في بغداد يوم 27 من أغسطس آب، نكث زهير بوعده بحجة تعرضه لحادث في بيروت، وهي ذريعة لم تقنع القاضي الذي أصدر مذكرة قبض بحقه، قرار تبعه إعلان عراقي باعتزام تفعيل الإشارة الحمراء لدى الشرطة الدولية الانتربول لاعتقاله، لكن تظل إمكانية الإمساك به محل شكوك، خاصة بعدما قالت مصادر أمنية لبنانية للشرق الأوسط إنه غادر بيروت عبر طائرة خاصة متوجهاً إلى تركيا متنقلاً بجوازي سفر أحدهما أردني وآخر دبلوماسي عراقي، لتبقى واحدة من كبرى قضايا الفساد المالي في العراق مفتوحة حتى إشعار آخر. في ختام جولتنا الصحفية مع صدى أقلام مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحيتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.